الأصدقاء الأعزاء، اليوم 25 من شهر رمضان 2021. امبارح وعدتكم بمفاجأة والمفاجأة عنا وصلت، فأنا بحييكم وبقدم لكم صديقي الموسيقار صفوان بهلوان. فبدي أقول لكم عن إيش، عن الفنان الكبير صفوان بهلوان. إيش بدي أقول لكم عنه؟ مطرب من الدرجة الأولى، مو يعني أفضل من أدى ألحان عبد الوهاب على مسارح العالم العربي، وعبد الوهاب كان يدلعه كتير ويحبه كتير 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 لأنه يستاهل الحب. شاعر من الطراز الأول، وفنان تشكيلي، وخطاط، وملحن، ومؤدي، وموزع، وقائد أوركسترا. يستحق 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 يعني لقب موسيقار بجدارة. تفضلوا اسمعوا مع بعض الموسيقار صفوان بهلوان. أخي الكريم الحبيب المايسترو الجميل نبيل عزام، أهديك هذه التحية الموسيقية لك ولأحبائك ولمشاهديك ولإخوتك وأهلك في فلسطين وللجميع، راجيا أن تنال رضاكم وإعجابكم. أغنية الليل يا ربيع، راجيا أن تكون أيامكم كلها ربيع وفرح وسعادة. متعت الدنيا بجمالك.